افرحوا يا اهلاويه، جبت لكم معايا افضل تشكيل للاهلي ينزل بيه بكره قدام الترجي، وباذن الله التشكيل ده هو اللي يضمن لنا الفوز بالبطوله. يا راجل بتتكلم بجد؟ انا قاعد على نار قلقان، مش عارف مين هيلعب مكان معلول ولا مين يلعب في الهجوم. طب مستني ايه؟ قول لي هو التشكيل اللي كسبنا ماتش الترجي ده ويجيب لنا بطوله افريقيا، قول لي بسرعه. بص يا سيدي ركز معايا كويس، هنلعب بمصطفى شوبير حارس مرمى، وقدامه اتنين مساكين محمد عبد المنعم ورامي ربيعه، وهيلعب باك يمين محمد هاني، انما بقى في الباك الشمال عشان يعوض علي معلول هنلعب بكوكا. مصطفى شوبير وربيعه وعبد المنعم وهاني وكو، ايه ده؟ بس ثانيه واحده، في حاجه غريبه، انت ليه اخترت ان كوكا هو اللي يلعب اساسي مع ان اللي نزل بديل لعلي معلول في ماتش الترجي اللي هناك كان كريم فؤاد؟ طب ما كريم فؤاد بقى هو اللي ينزل اساسي المره دي. حلو السؤال ده، انا هقول لك دلوقتي ليه كوكا هيكون افضل من كريم فؤاد. كريم فؤاد قوي هجوميا لكن مش هيعرف يعمل وجباته الدفاعيه على احسن وجه، لكن كوكا هيعرف يعمل وجباته الهجوميه وكمان وجباته الدفاعيه، لانه لا قدر الله لو دخل فينا جون البطوله شبه راحت. لا جون ايه اللي يخش فينا؟ لا انت صح معاك حق ان شاء الله، لا وكوكا يثبت نفسه. طب قول لي بقى بالنسبه بقى لخط الوسط هنلعب مين بقى؟ نلعب اكرم ولا نلعب مروان ولا سليم؟ قول لي. في خط الوسط بقى هنلعب زي ما احنا عارفين، مروان عطيه وامام عاشور ومحمد مجدي قفشه. مروان عطيه وامام وقفشه، ايه ده؟ ثانيه واحده، انت نسيت تقول اكرم توفيق. اكرم توفيق هو اللي لعب اساس الماتش اللي فات، وبعدين اكرم توفيق عنصر مهم بيفسد هجمات المنافس، طب انت ليه لعبت قفشه مكان اكرم؟ حلو السؤال ده، كنت عارف ان انت هتقول كده، اكرم توفيق بيعمل افساد لهجمات المنافس، لكن انا دلوقتي محتاج اكسب مش محتاج حد يدافع لي، محتاج حد ينزل يمسك كوره ويشوط على المرمى المنافس ويعمل باصات وسروهات. ايوه صح معاك حق، احنا محتاجين نهاجم. ايوه انت كده بتقول كلام مظبوط قوي على فكره. طب مني بقى وقول لي بقى خط الهجوم بقى عشان ده فيه ايه لعبكه كتير بقى، مين يلعب؟ كهربا ولا وسام ولا مين؟ طمني. بالنسبه بقى لخط الهجوم انا نفسي ننزل نلعب باحمد عبد القادر ووسام ابو علي ومعاهم كمان رضا سليم، يعني نريح بيرسي تاو وحسين الشحات. راجل انت عبد القادر ايه يا عم؟ انت اللي هينزل يفضل يحنكش وتفضل الكره تتقطع منه وهيفضل عايز ينزل يرقص لعيبه الترجي كلهم بالجمهور بالجهاز الفني بتاعهم ده. وبعدين رضا سليم، رضا سليم اصلا اخر ماتش لعبه اساسي قاري نزل على كتفه اتصاب، يعني مش ناقصه ما نلعب بتاو الشحات زي كل مره. من غير ليه لعيبه الترجي هتنزل مقفله جامد جدا وكلهم هيلعبوا دفاع صريح، لكن انت محتاج واحد زي احمد عبد القادر ينزل يعدي من واحد واثنين وثلاثه ويحنكش الحنكشه بتاعته، والناحيه الثانيه عايز واحد زي رضا سليم يبقى عنده قرار مش زي بيرسي تاو يبقى متلجلج وتحس ان هو هيجري على وشه. هو صح انت كلامك مظبوط على فكره، انت بتقول كلام 10 على 10، انا قلت عبد القادر يلعب هو ورضا سليم هيبقوا احسن. طب انت شايف دلوقتي احنا المفروض نعمل ايه؟ والاهم بقى من ده كله والاهم من تشكيل ان كل الناس تدعي وتقول يا رب الاهلي يكسب افريقيا المره ال 12.